بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية طيبة وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا في هذا اللقاء بإذن الله عن تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2022. قناة توم وجيري هي قناة متخصصة في عرض أفلام الكرتون وبرامج الأطفال، وقد لاقت استحسان عدد كبير جدا من المشاهدين في الوطن العربي، وذلك لأنها تقوم بعرض أحدث أفلام الكرتون التي يبحث عنها الكثيرون ولا تستطيع عرضها أغلب قنوات الكرتون الأخرى. قناة توم وجيري هي قناة متخصصة في عرض أفلام الكرتون الممتع والبرامج الموجهة لفئة الأطفال الصغار، وتعد من أكبر القنوات الأطفال حصولا على نسبة مشاهدة مرتفعة من جميع أنحاء الوطن العربي، واستطاعت أن تحتل المرتبة الأولى بين القنوات الخاصة للأطفال في وقت قصير. تردد قناة توم وجيري الجديد، نوفر لكم الآن أحدث تردد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات، ويمكنكم الآن تحديث القناة بكل سهولة. إذا تردد قناة توم وجيري 2022 على القمر الصناعي نايل سات، إذا يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات ولا يوجد تردد آخر على الأقمار الصناعية الأخرى. إذا تردد قناة توم وجيري 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11179، الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة SD. اذا القمر الصناعي نايل سات، التردد 11179، الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HSD. اذا نكرر واخيرا، تردد قناة توم وجيري 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11179، الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة SD. اسم القناة لقائمة القنوات توم اند جيري. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، وعرضنا لكم تردد قناة توم وجيري، ونتمنى أن ينال إعجابكم، وتتمنى لكم قناة ترددات وبس مشاهدة ممتعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الزر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.